سادة إن زيارة سعادة السفير الكوري لأسوان وحرصه على حضور فعاليات اليوم الثقافي لهو خطوة هامة نحو توطيد العلاقات العلمية والثقافية مع دولة كوريا الجنوبية الصديقة، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون البناء سواء على الجانب الشعبي والثقافي أو العلاقات الرسمية، وهو الذي سيكون له مردود إيجابي على زيادة معدلات حركة السياحة الكورية الوافدة بجانب فتح المجال أمام الاستثمارات الكورية على أرض أسوان، وقد بدأت بشائر هذه الاستثمارات بتوقيع مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي مع شركة IMG الكورية والمتخصصة في تصنيع الرخام والجرانيت وإدارة المحاكم، بمشاركة واسعة من أكبر الشركات الإماراتية السعودية وهما مجموعة